سلام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا ومشاهدينا الأوفياء أينما كنتم في الوطن العربي مشرقه ومغربه. نلتقي في هذا الفيديو الجديد وأقدم لكم تردد قناة جديدة وكذلك آخر تحديث لقنوات النايلسات. نظرا للتغيرات الكثيرة التي حصلت سأحاول أن أقدم لكم دائما التغيرات الجديدة والترددات الجديدة. تابعوا معي الفيديو إلى النهاية. سلام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناتنا الاوفياء، كل متابعي ومشاهدي قناتي بفريكونسيس تحيه كبيره مني اليكم وشرف كبير لحضوركم وتواجدكم معي في القناه. ساقدم لكم اليوم تردد قناه جديده واخر تحديث لبعض قنوات النايلسات ابتداء من اليوم. قبل كل ذلك صلوا على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم، عليه افضل الصلوات وازكى تسليم. اذا نبدا احبائي، نبدا بالقنوات التي عليها طلبات كثيرة. نبدأ بقنوات الأفلام. من القائمة الرئيسية المينيو نختار التركيب، ثم قائمة تيبي، ثم نقدم التردد 11296 معدل ترميم 27500 والاستقطاب أفقي اتش. هذا التردد ستنزل عليه قنوات شوف والتلفزيون ودريم، كذلك سنقدم آخر تحديث لباقة أون التردد 11862 معدل ترميز 27500 والاستقطاب عمودي V. القنوات تشتغل بخاصية SD و HD. وسنقدم في نهاية هذا الفيديو تردد قناة جديدة ظهرت اليوم فقط على النايلسات. أيضا نقدم لكم قنوات الكأس، كل من طلب منا ترددات باقة قنوات الكأس تبث على التردد 11919 معدل ترميز 27500 والاستقطاب أفقي H. هذا التردد تشتغل عليها القنوات بخاصية HD. أيضا القنوات السورية حاضرة معنا اليوم وتبث على التردد 11938 معدل ترميز 27500 والاستقطاب عمودي V. هذا آخر تحديث لقنوات سوريا SD و HD. نذهب الآن إلى تقديم القناة الجديدة معنا اليوم التي تبث على التردد 11637 معدل ترميز 27500 والاستقطاب عمودي V. والاستقطاب عمودي V، هذا التردد ستظهر عليه قناة WTV. مشاهدة طيبة وممتعة أتمناها لكم أحبائنا المشاهدين والمتابعين. لا تنسوا تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد نقدمه من ترددات جديدة وقنوات جديدة. من لم يكن منكم مشتركا فليشترك في قناتي فضلا وليس أمر، وفعل زر التنبيهات ليصلك كل ما نقدمه. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.